حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الهاتف او الموبايل في الطوابع الكانون MF729CX، يعني هنتعلم ازاي نطبع مستندات وازاي نطبع صور في الطوابع. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخوانا؟ من ايه اخباركم؟ ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد السام من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الهاتف او الموبايل في الطوابع الكانون MF729CX، وان شاء الله الحلقة تنال عجبكم. اول حاجة هنعملها هنربط الطوابع بالراوتر الواي فاي، يعني هنختار اسم المستخدم وندخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي في الطوابع. والخطوات كالتالي: هنختار القائمة، ثم نختار اول اختيار اعداد الشبكه، ثم هيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن. هنختار معرف مدير النظام ورقم معرف مدير النظام من 7 لـ1 عد تنازلي، ثم نختار تطبيق، وهكذا نختار رمز البن ومن 7 لـ1 عد تنازلي، ثم تطبيق، ثم بعد كده نختار زر الاي دي. هيفتح لك القائمه بالمنظر ده. هنختار تاني اختيار اعداد شبكة اللان اللاسلكية، ثم نختار موافق، ثم نختار تالت اختيار اعداد الاس اس اي دي. هيظهر لك هنا خطوتين: لو انت عندك شبكة الراوتر الواي فاي مرئية، يعني لو اي حد بحث عليها يشوفها بدون ما يدخل اسمها، فهتختار تحديد نقطة الوصول. لكن لو انت عامل شبكة الراوتر الواي فاي مخفية، فانت هتختار ادخال يدوي، ثم هتدخل اسم الشبكة، وبعد كده هتدخل كلمة المرور. لكن انا الراوتر عندي مرئي، فهعمل ايه؟ هختار تحديد نقطة الوصول، وهنا بيبحث على الراوتر اللي موجودة عندك او الموجودة حواليك، وانا اسم الراوتر بتاعي اسمه كانون. وهنا بيطلب منك انك تدخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي، مع العلم ان زرار النجمة ده بيحول الحروف الكبيرة لحروف صغيرة لأرقام، لان ممكن كلمة مرور تبقى حروف كبيرة وحروف صغيرة وأرقام. طب ازاي دلوقتي اعرف ان الحروف اللي هكتبها اذا كانت كبيرة او صغيرة؟ شايفين الكبيرة دي اللي موجودة فوق؟ معنى انك دلوقتي هتكتب بالحروف الكبيرة. لو ضغطت زرار النجمة كده هتلاحظ انها بقت صغيرة، ضغطت كمان بقت أرقام. فأنا هدخل كلمة مرور بتاعتي، ثم بعد ما دخلت كلمة مرور الراوتر الواي فاي بالطريقة الصحيحة، هنختار تطبيق، ثم نختار نعم. هتلاحظ اللمبة دي بتنور وتنتفي، معناها ان بتتوصل بالراوتر الواي فاي. وبعد كده اول ما تثبت كده هيكتب لك في شاشة الطوابع تم التوصيل، ثم هنضغط على زرار الهوم ده. وقبل ما اروح معاك للهاتف مباشرة، في معلومة مهمة جدا حابب اوضحها. زي ما شايفين اللمبة الزرقاء دي خاص بالراوتر الواي فاي او بتوصيلة الراوتر الواي فاي، وفوقها تردد. طول ما هي منورة ثابتة كده مش بتنتفي وتولع، معناها انها متوصلة بالراوتر. لقيتها بتنتفي وتولع لمدة ما يقارب 5 ثواني، ده بيحصل اثناء تشغيل الطوابع كل مرة. لقيتها طولت ولقيت انك مش عارف تطبع من خلال الموبايل، يبقى عملت حاجه من 4 حاجات: يا اما غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي، او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي ذات نفسه، او حولت الشبكه من مرئيه لمخفيه، او من مخفيه لمرئيه، او انت حاطط الراوتر بعيد عن الطوابع، فبالتالي كل شويه تتوصل وتفصل. ودلوقتي هنروح لجهاز الموبايل او الهاتف ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض، فيلا بينا. اول حاجه هنعملها هنروح على البلاي ستور او الاب ستور اللي موجود عندك، ونفتحه عادي جدا، ثم نكتب في البحث او السيرش كلمه كانون، ثم نعمل سيرش. هتنزل تحت شويه كده لحد ما يجي لك اختيار اسمه كانون برنت بزنس وعليه شرطه زرقاء، هنختاره عادي جدا، ثم نختار تثبيت. ولازم تتاكد انك موصل الموبايل او الهاتف اللي انت عايز تطبع من عليه بنفس شبكه الراوتر الواي فاي اللي انت موصل عليه الطابع. ثم بعد ما نزلنا البرنامج بنعمل فتح عادي جدا، ولما تفتح البرنامج لاول مره هتلاقي كذا خطوه كده اجري فاجري في السماح، حاجات روتينيه عادي جدا ما فيهاش اي تعقيد. بعد كده هتقف على الخطوه دي، هتلاقي فوق على الشمال كده علامه طوابع وعليها زائد، هنختارها عادي جدا، ثم نختار اول اختيار اوتو سيرش. هتلاحظ الطابعه بتاعتك مكتوب عليها MF720C سيريز، هنختارها عادي جدا، ثم نختار ايديت. وبكده عرفنا الطوابع على الموبايل. طب عايزين نتعلم ازاي نطبع، هنقفل البرنامج عادي جدا، واول حاجه هنطبعها ملفات البي دي اف. انا هفتح برنامج البي دي اف عادي جدا، وهختار اي ملف اطبعه، والخطوات كالتالي: هختاره عادي جدا كده، ثم هعمل مشاركه او شير، ثم هنختار سند اكوبي، ثم هنبحث على برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم تختار برنت. هتلاحظ اللمبه دي نور بالاصفر كده، معناها ان استلمت الاوامر من الموبايل.
وزي ما انتم شايفين طباعه الملف البي دي اف المكون من 5 اوراق. طب دلوقتي الطبعه دي فيها خاصيه انها تطبع على الوجهين اوتوماتيك، فانا عاوز استخدم الخاصيه دي، مع العلم ان الخاصيه دي بتستخدم لما يكون عندك الملف فيه اكتر من ورقه. يعني لو عندك في ملف بي دي اف او ملف الوورد او اي ملف انت عاوز تطبعه اكتر من ورقه زي ورقتين 3 4، هتقدر تستخدم الخاصيه دي. طب ازاي نستخدمها؟ هنختار مشاركه او شير، نفس الخطوات بالظبط، سند او كوبي، ثم نختار برنامج كانون، ثم هيظهر لك الاختيار ده. لو ضغطت برنت يبقى انت هتطبع نفس الملف ورقه ورقه، فانا هختار الاختيار اللي فوق كلمه برنت، ثم هتختار 7 اختيار مكتوب عليه تو سايدد وجنبه كلمه اوف. تو سايدد يعني على الوجهين، طول ما هو معمول اوف كده معناه انك لاغي خاصيه الطباعه على الوجهين اوتوماتيك. لو ضغطت اي ضغطه واحده بقت اون، معناه انك فعلت الخاصيه دي. ثم بعد كده هنرجع خطوه لورا، ثم بنختار برنت. زي ما انتم شايفين الطبع اخد الاوامر من الموبايل. زي ما انتم شايفين سحبت الورقه تاني بعد ما طلعتها عشان تقدر تطبع على الوجه التاني. نطلع الورقه كده نشوفوها، ادي اول وش والظهر في نفس المكان، يعني الورقه طبعت على الوجهين اوتوماتيك، وكذلك في باقي الاوراق. اول الوش والظهر كده عرفنا ازاي نطبع على الوجهين اوتوماتيك. طب دلوقتي انا عايز الغي خاصيه الطباعه على الوجهين واشتغل انها تطبع ورق منفرد، هختار نفس الاختيار عادي جدا، ثم هنختار تو سايد الضغطه واحده عليها بقت اوف. كده تقدر تطبع الورق منفرد ورقه ورقه، حبيت في اي وقت تخليها على الوجهين ضغطه واحده تبقى اون، يبقى كده تطبع على الوجهين اوتوماتيك. الموضوع سهل كده. طب على سبيل المثال عندي صور مبعوثه لي على الواتساب. اول حاجه لازم تعرفها انك ما ينفعش تطبع من الواتساب مباشره، لازم تحمل الصوره وتنزل في الالبوم او الاستوديو الهاتف، وكده كده الصور لما بتتبعت على الواتساب بتتحمل اوتوماتيك وتنزل في البوم او استوديو الهاتف. والصوره دي انا عاوز اطبعها، هعمل ايه؟ هختار مشاركه او شير، ثم هنختار برنامج كانون، ثم هنختار برنت. وزي ما انتم شايفين طبعنا الصوره عادي جدا في الموبايل. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى كنا لاعجبكم، اتمنى الموضوع كنا لاعجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طباعه كانون. كان معاكم احمد السامي قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.